الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي مست الأبرياء والأطفال في نيجيريا وتشاد. تنصيب خلية متابعة مهمتها الأساسية وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ومراجعة الإجراءات الحالية. دولياً الأمم المتحدة تدين تجويع المدنيين السوريين وتعتبر الأمر جريمة حرب لا يمكن العفو عنها. أهلا بكم. أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف أمس بالجزائر العاصمة أن الجزائر تدين التصعيد الإرهابي لبوكو حرام في كل من نيجيريا وتشاد باستهدافها وبشكل يومي الأطفال والمدنيين العزل، وهو ما جرى يوم أمس في عدة قرى بالقرب من ميدورو بنيجيريا ومنطقة جي وقرية ميرتين بتشاد. شرع رئيس بلدية بوردو بفرنسا ألان جوبي مساء أمس في زيارة عمل نقول قادته إلى وهران بالتوجه إلى القطبية الدينية الثقافية للمسجد الكبير عبد الحميد بن باديس الذي تم تدشينه منذ حوالي سنة. وقد حل رئيس بلدية بوردو والمرشح للانتخابات الأولية لحزب الجمهوريين لرئاسية الفرنسية المقبلة بعاصمة غرب البلاد في أول محطة من زيارته إلى الجزائر التي تدوم 3 أيام، وستتمحور زيارة وهران التي ستستغرق يومين حول التبادلات والتكوين المهني في إطار اتفاقية التوأمة التي تربط بين عاصمة الغرب ومدينة بوردو منذ عام 2003 حسب ما علم لدى مصادر محلية. يشرع البرلمان بغرفتيه اليوم في تحضير أشغال دورته الاستثنائية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة، وذلك لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. المزيد من التفاصيل مع حسين بومعالي. يشرع البرلمان بغرفتيه اليوم في تحضير أشغال دورته الاستثنائية التي ستعقد يوم الأربعاء المقبل بالجزائر العاصمة لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور. وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد وقع السبت المنصرم على مرسوم رئاسي يتضمن استدعاء البرلمان للاجتماع بغرفته يوم الأربعاء المقبل لعرض مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور حسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء مكتب غرفتي البرلمان لتعد تقريرا حول مشروع متعلق بتعديل الدستور، وستعرضه في اجتماع غرفتي البرلمان الأربعاء القادم المخصصة للتصويت حسب ما علم لدى السيد الأمين شريط رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بمجلس الأمة. وستبحث اللجنة إمكانية وضع قانون داخلي لإشغال هذه الدورة الاستثنائية البرلمانية، وذلك طبقا للمادة 100 من القانون العضوي رقم 9902 المنظم لعمل غرفتي البرلمان. وتنص المادة 100 من هذا القانون على ضبط القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفته المجتمعين معا في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها الأكبر أعضاء سنا يصادق عليه البرلمان بغرفته المجتمعين معا في بداية جلساته. دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل إلى ضرورة بذل كل المجهودات لخدمة المواطن وحماية المرفق العام وجعل القوانين والتنظيمات مرجعية أساسية في عمل الشرطة الإدارية. التفاصيل مع فاطمة السهرة سعدي. خلال إشرافه على افتتاح الملتقى الوطني حول دور الشرطة الإدارية في ضمان أمن المواطن وحماية الممتلكات، دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني الهامل المشاركين إلى عدم ادخار أي جهد في سبيل خدمة المواطن وجعل المرجعية الأساسية في عمل الشرطة الإدارية مع الاعتماد على البعد الإنساني في طرق إنقاذ القانون والموضوعية في معالجة القضايا. وشدد اللواء على أهمية تكوين العناصر المكلفة بالشرطة الإدارية وتزويدها الدوري بأحدث التجهيزات وبالتطبيقات الذكية وشبكات التواصل العصرية وتوحيد مناهج العمل بالتنسيق مع مختلف القطاعات. وأوضح البيان للمديرية أن هذا الملتقى الذي حضره المدراء ورؤساء المصالح المركزية ومجموعة من رؤساء أمن الولايات للناحية الوسط سيتناول الأساليب الحديثة التي تهدف إلى ترقية عمل الشرطة الإدارية في ظل التحولات التنظيمية
التي تعرفها البيئة الوطنية والدولية، مشيرا في ذات سياق إلى أن هذه المجالات تخضع إلى المتابعة الحديثة من طرف مصالح الشرطة لحماية حقوق المواطن المتعلق بها، كما تعمل على رفع تقارير تسجل فيها المخالفات المرتبطة بالمساس بأحد هذه المجالات إلى السلطات المحلية والمركزية والمؤسسات العمومية المختصة في معالجتها وفقا للقانون. تأتي أهمية هذا الملتقى في بحث عن أحسن السبل والطرق وفقا للتعديلات التي عرفتها عدة نصوص قانونية ولوائح تنظيمية من أجل تحسين الخدمة العمومية التي تعتبر التحدي الدائم لجهاز الأمن الوطني. وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية وصيد البحر آلية لدعم زراعة الأعلاف من أجل تحسين نجاعة تربية المواشي بهدف رفع إنتاج الحليب وخفض واردات غبرة الحليب، حسب ما أفاد به بيان لمسؤولي القطاع. أكثر تفاصيل مع حمزة قيرات. وضعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري آلية لدعم زراعة الأعلاف من أجل تحسين نجاعة تربية المواشي بهدف رفع إنتاج الحليب وخفض واردات غبرة الحليب، حسب ما أفاد به هذا الأحد مسؤولون بالقطاع. خلال ورشة وطنية حول تطوير زراعة الأعلاف في إطار برنامج شعبة الحليب والذي جمع تقنيين ومختصين في زراعة الحبوب والأعلاف إلى جانب منتجين مؤكدين أن هذا الدعم يشمل استعمال واقتناء بذور الأعلاف وتطوير تقنية تخزينها. وحسب نفس المسؤولين فإنه يمكن أن تصل عتبة دعم بذور الأعلاف إلى 50% من سعرها المرجعي، في حين يقدر دعم وسائل تخزين الأعلاف بألف دينار جزائري في المتر المكعب الواحد. كما أشار المسؤولون أن كل فلاح يدرج زراعة الأعلاف في نظامه الإنتاجي يحوز حقا في الاستفادة من هذا الدعم، مشيرين إلى أن شروط الأهلية للاستفادة من هذا الدعم الذي يقدمه الصندوق الوطني للتنمية الفلاحية وكيفية دفع هذه الإعانات قد حددت بقرار وزاري تم التوقيع عليه مؤخرا. ويقدر المختصون في هذا الفرع العجز في زراعة الأعلاف ب60% مقارنة بتربية المواشي التي تعادل مليون بقرة حلوب، منها 300,000 فقط يتم تربيتها ضمن ظروف مواتية. وفي هذا الخصوص أردف المسؤولون أن هذا ليس كافيا إذا أردنا أن نحقق طموح خفض الواردات، ولمعالجة هذه الوضعية يقترح المختصون تطوير الإمكانات الموجودة وتبني نظام تربية مواش جديد يكون أكثر نجاعة مع اعتماد أسلوب الزراعات المكثفة. وفي المنظور يندرج مسعى الوزارة لتوسيع دعم زراعات الأعلاف لتشجيع الفلاحين في إطار امتصاص الأراضي البور. أكد مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة مسعود بقاح أنه سيتم تنصيب خلية متابعة مكلفة بالصادرات خارج المحروقات تلحق بوصاية الوزارة الأولى، ومهمتها الأساسية وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات وكذا مراجعة الإجراءات الحالية. المزيد من التفاصيل مع سهام لوغي والقراءة لحسين بومعالي. حسب ما كشف عنه مدير ترقية المبادلات التجارية على مستوى وزارة التجارة مسعود بقاح، سيتم قريبا تنصيب خلية المتابعة مكلفة بالصادرات خارج المحروقات تلحق بوصاية الوزارة الأولى، مهمتها الأساسية وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ومراجعة الإجراءات الحالية في خطوة استباقية للبحث عن أسواق لتصدير فائض منتج القطاعين الصناعي والفلاحي اللذان تعمل الحكومة على جعلهما بديلا لعائدات المحروقات. وأبرز المدير أنها تندرج في إطار إجراءات تنويع الاقتصاد والصادرات، وتتولى مهمة إعداد دراسة معمقة وبالتعاون مع كل القطاعات المعنية لكشف العراقيل التي يواجهها المصدرون، وذلك لوضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات. كما ستتكفل هذه الهيئة أيضا بإعادة النظر في مجمل إجراءات ترقية الصادرات خارج المحروقات. دوليا، استنكرت الأمم المتحدة اليوم تجويع المدنيين في سوريا، الأمر الذي اعتبرته جريمة حرب ضد الإنسانية تحضرها القوانين الدولية ولا يجب أن يشملها أي عفو ينهي الصراع، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم. أكثر تفاصيل مع سميحة غيوط.
وسط ردود فعل دولية غاضبة حول سياسة التجويع الممارسة في حق السوريين، صرح رئيس مفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد بن رعد الحسين إن تجويع المدنيين السوريين يرقى لمستوى جرائم الحرب ويشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية يجب محاكمة مرتكبيها ولا ينبغي أن يشملها أي عفو مرتبط بإنهاء الصراع. كما اعتبر في حالة سوريا العفو غير جائز، مشيرا إلى أن تجويع الناس في بلدة مضايا وخمسة عشر بلدة ومدينة أخرى بدون غذاء ودواء يكابدون الجوع ومعرضين للموت، وعشرات الآلاف محتجزون بطريقة تعسفية في السجون السورية لم يتم الإفراج عنهم. هذا واعتبر الأمين العام للمنظمة الدولية الأسبوع الفارط أن استخدام التجويع والحصار في بلدة مضايا بريف العاصمة السورية جريمة حرب، متهما أطراف الصراع بارتكاب أفعال يحظرها القانون الإنساني الدولي، محملا الحكومة والمعارضة المسلحة كل المسؤولية في حماية مواطنيها الذين يتعرضون لأفعال محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي. مزيدا من الأخبار الدولية جمع لنا حمزة قيراط. نستهل مختصراتنا الدولية لنهار اليوم من سوريا، حيث تبنى تنظيم داعش حسب الموقع الإلكتروني الخاص به أعماق التفجيرات الثلاثية التي استهدفت حي السيدة زينب في جنوب العاصمة السورية دمشق، مخلفة 70 قتيلا على الأقل من بينهم أطفال وأكثر من 100 جريح، يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض للنظام. أعلن الجيش العراقي الاثنين عن مقتل عدد من قادة تنظيم داعش بالعراق في قصف جوي شنته طائرة التحالف الدولي واستهدف اجتماعا لهم في كركوك شمالي العراق. وأضافت الخلية في بيان لها أن القادة كانوا يحضرون لهجوم على مدينة سامراء لإرباك الوضع الأمني بعد الخسائر التي تكبدت بدتها العصابات الإرهابية في مختلف المناطق. قتل ضابط في الجيش المصري وجندي وشرطيان في هجومين بعبوتين ناسفتين انفجرتا الأحد في شبه جزيرة سيناء التي تشهد اشتباكات بين الجيش ومسلحين متشددين، وفق ما ذكر مصدر أمني مصري. وقال المصدر إن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد لدى مرور عربة مصفحة لقوة الأمن كانت تقوم بعملية تمشيط في منطقة رفح الحدودية مع قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل رجلي أمن. 80 قتيلا تقريبا سقطوا إثر هجوم شنه مسلحون يعتقد أنهم تابعون لجماعة بوكو حرام المتشددة على إحدى القرى الواقعة شمال شرق نيجيريا، وذلك مساء السبت. وقال شهود عيان أن عدداً من الأطفال أحرقوا أحياء. استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد تفوق الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون بعد ساعات من انطلاق الانتخابات الأولية التي تحسم في مسألة اختيار مرشح كل من الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي. دونالد ترامب أقحم ابنته إيفانكا وزوجها في آخر خطوة حملته الانتخابية ليحصل منها على تزكية بقولها أمام الموالين له. في ميانمار أدى مئات من نواب حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بقيادة الزعيمة أونغ سان سو تشي اليمين الدستورية بعد نضال استمر لعقود. تمكن الحزب من امتلاك عدد كاف من المقاعد لاختيار أول حكومة منتخبة ديمقراطيا منذ سيطرة الجيش على السلطة بداية الستينيات. عودة إلى أخبار الوطن وفي الرياضة، آخر الأخبار الأندية الجزائرية في هذه الورقة لمحمد خلاف. لا تزال تداعيات الهزيمة الأخيرة التي تكبدتها شبيبة القبائل ضد اتحاد العاصمة تلقي بظلالها على الفريق، حيث لم يهضم شارع القبائل الخسارة بعد الظلم التحكيمي الذي تعرض له فريقهم. وخرج رئيس الشبيبة محن شريف حناشي عن صمته وأكد أن المسؤولية يتحملها الحكم بوخلف الذي كان خارج الإطار، معتبرا أن الطريقة التي أدار بها المباراة تعكس بصورة واضحة المؤامرة التي تتعرض لها الشبيبة في كل مرة. وأضاف أن إدارته طالبت بتغيير الحكم بوخلف قبل ساعات من انطلاقة اللقاء لكن من دون جدوى، ليتكرر الأمر نفسه مع الحكم الذي أدار مباراة الدربي ضد مولودية بجاية،
وهو ما جعل الإدارة ترفع تقريراً أسوداً ضد التحكيم. ولم يقتصر مشكل الأخطاء التحكيمية على الشبيبة، حيث حملت إدارة مولودية الجزائر مسؤولية الهزيمة التي تلقاها الفريق في بشار إلى الحكم بصيري، وقررت رفع شكوى لدى هيئة حموم تشتكي فيه هذا الحكم الذي حرم حسبها العميد من ركلة جزاء لحشود، ناهيك عن الأخطاء التحكيمية الأخرى كالخطأ المرتكب على شوشي في الهدف الثاني. ويبدو أن رئيس الفريق عاشور بطروني لم يتجرع الهزيمة التي تكبدها العميد، وطالب من المدرب إيغيل تقديم استفسارات مطالبا باللعب بحرارة كبيرة في قادم اللقاءات مشددا اللهجة مع الجميع. أبدى المدرب الفرنسي لشباب بلوزداد ألان ميشيل حسرته الكبيرة من التعثر الثاني لفريقه في البطولة، فبعد تعثر الأربعاء جاء الدور على النصرية، وهو ما جعل الفريق يضيع على نفسه فرصة كبيرة للاقتراب من الرائد وتشديد الخناق عليه أكثر، محملا المسؤولية للاعبيه على الفرص السهلة التي ضيعوها في المباراة، خاصة وأن خصمه لعب منقوصا عدديا لأكثر من نصف ساعة، وهي النتيجة التي جعلت أنصار الفريق في قمة غضبهم من غياب الحرارة لدى اللاعبين الذين سجلوا التعثر الثاني تواليا، وهو ما جعل الموب تقلص الفارق عن الشباب إلى نقطة واحدة. مزيدا من الأخبار الرياضية الدولية في التقرير الذي أعده لنا عبد الحفيظ حداد. توج المنتخب الألماني بكأس أمم أوروبا لكرة اليد للمرة الثانية في تاريخه بعدما تغلب على إسبانيا في المباراة النهائية بـ 24-17، حيث أظهرت الماكينات الألمانية وجها مغايرا عن المباراة الأولى التي تلقى فيها رفقاء الأهداف كاري هايفر هزيمة قاسية أمام نفس المنافس المنتخب الإسباني بـ 32-29. الفوز المفاجئ الذي حققه المنتخب الألماني في بولندا هو الأول لمنتخب المانشافت الكرة الصغيرة منذ التتويج بكأس العالم الذي أقيم بألمانيا عام 2007، بالإضافة إلى تتويجه بكأس أوروبا عام 2004. ترك تشيلسي اللندني الباب مفتوحا امام قائده جون تيري، رغم اعلان اللاعب المخضرم انه سيترك النادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز عند انتهاء عقده الحالي الصيف المقبل. وكان مدافع البلوز قد صرح بعد فوز الفريق على ميلتون كوينز بخمسة اهداف لهدف واحد في الدور الرابع لكأس الاتحاد الانجليزي انه لن يكمل مسيرته الكرويه في الفريق، فاتحا بذلك تاويلات التحاقه بقائده السابق فرانك لومبارد. وخاض تيري اكثر من 700 مباراه مع تشيلسي، ويعتبر انجح قائد في التاريخ اللندني بعدما ساهم في تتويج البلوز بالدوري الانجليزي في 4 مناسبات وكاس انجلترا 5 مرات، بالاضافه الى اللقب الغالي دوري ابطال اوروبا عام 2012. عزز السربي نوفاك جوكوفيتش موقعه في صدارة التصنيف العالمي للتنس مع صدور القائمة الجديدة بعد تتويجه باللقب أستراليا المفتوحة للمرة السادسة في تاريخه، وتغلب جوكوفيتش في النهاية على البريطاني أندي موراي الذي ظل في المركز الثاني، يليه السويسري روجي فيديرر في المركز الثالث، كما حافظ السويسري الثاني ستاسيناس فافرينكا على المركز الرابع، والإسباني رافائيل نادال على المركز الخامس رغم خروجه من الدور الأول من منافسة أستراليا المفتوحة. ودائما في الكرة الصفراء، أين حافظت الأمريكية سيرينا ويليامز على صدارة الترتيب العالمي للاعبات التنس رغم الهزيمة التي منيت بها في نهائي دورة أستراليا المفتوحة أمام مفاجأة الدورة الألمانية أنجليكا كيربر التي قفزت بدورها إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي لسيدات التنس، ويعتبر هذا التتويج الأول من نوعه الألمانية في الدوريات الأربعة الكبرى. كما تراجعت الرومانية سيمونا لاب إلى المركز الثالث، بينما ظلت البولندية أجفينسكا رافينسكا في المركز الرابع. بأخبار الرياضة نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيه من أنباء. الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي مست الأبرياء والأطفال في نيجيريا وتشاد. تنصيب خلية متابعة مهمتها الأساسية وضع استراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات ومراجعة الإجراءات الحالية. دولياً الأمم المتحدة تدين تجويع المدنيين السوريين وتعتبر الأمر جريمة حرب لا يمكن العفو عنها. شكراً لكرم المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات الطاقم العامل معي، في أمان الله.